وسهلا فيكم مشاهدينا متابعين برنامج روتانا موترز على قناة روتانا خليجية. بداية حلقتنا لليوم راحين نتكلم عن معرض للسيارات. طبعا احنا عارفين انه في وكالات وفي المعارض والحراجات اللي يشترون منها السيارات، لكن في شيء ايضا موجود بدأ يبرز في الفترة الأخيرة اللي هي معارض السيارات اللي تكون موجودة داخل المدن. وش سالفة هالمعارض؟ وش الخدمات اللي يقدمونها؟ عشان كذا احنا موجودين اليوم عند معرض بلاتينيوم للسيارات، حنقابل الأستاذ مشهور السبر وهو مدير عام المعرض اللي حيخبرنا أكثر عن المعارض وعن الخدمات اللي تقدمها للمستهلكين، وكمان حنشوف سيارات بين قوسين دلع. خلونا نشوف التقرير بهالمشاهد. مشاهدينا، معي الآن الأستاذ مشهور السبر، مدير عام معرض بلاتينيوم. أبو ناصر حياك الله في أول ظهور لك على روتانا موتر. الله يحييكم، عز الشعر المبارك حبيبنا. أبو ناصر، طبعا معروف معرضكم يعني أخذ له زخم ممتاز جدا في السيارات الموجودة عندكم، لكن قبل ما ندخل في تفاصيل المعرض خلينا أول شيء نبي نعرف بعض المشاهدين إن ليش في وكالات وليش في معارض وش الخدمات اللي تقدمها المعارض. أول شيء نقول الحمد لله، هذا من فضل رب العالمين. الشيء اللي نتميز فيه بيننا وبين الوكالة أن توفر السيارات. في سيارات توفر عندنا ما توفر في الوكالة، في سيارات نسلمها للزبون تسليم فوري، الوكالة لا تسلم بعد يومين ثلاثة أيام. احنا سياراتنا على طول إن شاء الله بإذن الله جاهزة، وزي ما أنت شايف في عندك الرنج روفر، في عندك السيارات الثانية كلها يعني على طول. الزبون اللي يجي بالكثير من بكرة على طول نسلم السيارة. وخلنا نحاول نعرف المشاهدين شوية الفرق بين الصالات والمعارض. الصالات طبعاً طفيلة فيها طبقة راقية أو طبقات معينة. الآن شايف كيف الزحمة في الشوارع وزي كذا، فالناس تفضل الصالات أفضل من المعارض. طيب أنت الآن بتأخذ سيارات ربما الوكالة تكون موجودة عندها، لكن لاحظ إنه برضه أحيانًا تكون في سيارات سعرها أيضًا أعلى من سعر الوكالة، وش السبب؟ معك عشان إن الوكالة مو متوفر فيها. زي عندك الحين في سيارات، عندك البورش، عندك الرنج روفر. رنج روفر الحين نازل 2013 اللي هو الأوتوبوغرافي. زين، هذا السيارة تروح الوكالة يقول لك بعد 4 شهور 5 شهور. أنا موجود عندي، أسلم الزبون على طول. استلمها حتى احنا بدون ما ندفع؟ بدون ما ندفع، مقدمة لكم حبيبي. يعطيك العافية أبو ناصر. طيب أبو ناصر، احنا الآن يعني ما شاء الله المعرض مليان سيارات، ودنا ناخذ فرة نشوف ايش السيارات اللي عندك، ايش رأيك؟ تفضل محل. مشاهدينا خلينا نشوف سيارات معرض بلاتينيوم بهاللقطات. ناصر، احنا الان واقفين مع سياره نيسان جي تي ار سكاي لاين، خذت صيت عالي هالسياره. والله هي ما اخذت صيت اسم القوه اللي فيها، قوتها تقريبا 520 حصان توين تيربو. بس انت عارف السيارات على حسب الحجم حقها والثقل حق السياره. السكاي لاين سياره خفيفه وقويه مره. انت وش تتميز السكاي لاين اللي موجوده عندك عن سكاي لاين الوكاله؟ الوكاله ما في بالطلب اوردر، تطلبها تجلسك حدود 6 شهور او 8 شهور. انا زي ما انت شايف موجوده جاهزه عندي. يعني لو معي كاش الحين اخذتها وطلعت؟ اخذتها وتطلع على طول. طيب وش عندنا سياره ثانيه ابو ناصر؟ حبيت تشوف تكون الفراري، تبي البنت. الفراري زينه. الفراري زينه. يلا مشاهدينا نشوف الفراري. ابو ناصر، هذه الفراري 458 ايطاليا. اي نعم. لونها احمر وحركات دلع، وش ميزتها ذي؟ ميزتها بعد السياره الحين الجديده هي الان لايطاليا. في نوع سبايدر كشف، والنوع الثاني اللي هي ال 458 مو كشف طبعا. طيب وش تتميز السيارة هذه عندكم في المعرض؟ السيارة متميزة زي ما انت شايف زي السيارات الثانية، بس انها سيارة سبورت يعني بزيادة، تفضلونها الشباب اكثر يعني. ما شاء الله مشاهدينا، يعني عائلة الاستاذ مشهور السبير اتوقع من كم سنة وانتم مختصين في مجال السيارات؟ الله يطول بعمره، جدي اول بعدين ابوي، الله يطول بعمارهم، تقريبا من 40 سنة او 45 سنة. الله يطول في عمارهم. طيب وشفنا الفراري الآن واللون الأحمر المميز. أنا في سيارة لفتت انتباهي أول ما دخلت المعرض ولونها أسود ومكشوفة، عرفتها ولا لا يا أبو ناصر؟ 63. تفضل نشوفها. يلا نشوف 63. أبو ناصر والله تعبتنا السيارة. لا تعبك شيء، تفضل شوفها. نركبها؟ نركبها حبيبي. يلا تفضل. احلى شيء انك تكون مذيع برنامج سيارات، تشوف سيارات حلوه زي الاس ال اس 63 وتركبها. ها
هذه ابو ناصر الاس 63. اي نعم هذا الاس 63. طيب ابو ناصر وش ميزه السياره هذه؟ هذه ميزتها حبيبنا ام جي زي ما انت شايف الحين بشغلها لك. سياره الاحصن حقتها قويه، الانجن حقها قوي. ابو ناصر تسمح لي اجرب بس صوت السياره؟ حتى تحت امرك حبيبنا. صوت. وش ميزة السيارة يا ابو ناصر؟ ما شاء الله يا زين، سيارة قوية ما شاء الله يعني مرة، وزي ما انت شايف يرغبون اكثر الناس يجوا يصيفون برا، يحبون السيارات الكشف. انت ابو ناصر معروف انك ما تحب سيارات الكشف في الرياض، ليش؟ والله عشان الجو هنا، جونا ما في السيارات هذه الكشف، يبغى لها بحر، يبغى لها اماكن طبيعه. ما تنفع في تمامه؟ والله نركب لها بالون وتطلع تنفع في تمامه. طيب ابو ناصر هذه السياره انت قلت لي انها تنكشف وغير انها قويه بالفخامه الداخليه، ان الكوب نفسه ينكشف. ينكشف هنا. طيب نبي نجربها قدام الكاميرا. هنا. وصارت سيارة مسكرة. صارت الحين سيارة، صارت كوبا الحين. طيب ابو ناصر شفنا الاس ال اس، وش عندك بعد سيارة ثانية بتورينا اياها؟ تفضل نشوف الفانتوم. قبل ما نشوف الفانتوم نسمع الصوت مرة ثانية. تحت امرك حبيبي. صوت. مشاهدين احنا الان راكبين الفانتوم دروب هيد. ابو ناصر اول مره في حياتي اركبها السياره. لا ان شاء الله تركبها على طول حبيبنا. تبيعونها علي؟ في حالك. اقساط؟ والله لا نحب الكاش افضل. طيب وش ميزه السياره هذه ابو ناصر؟ ميزه السياره هذه زي ما انت شايف سياره فخمه وكثير على الطبقه الراقيه تاخذها، وهذه اكثر السيارات برضو هي مع الاس ال اس ياخذونها في الصيف برا. شو اسمها زي ما انت شايف سياره كشف وسياره فخمه يعني. طيب الرولز رايز موجودة فيها، عندها وكالة هنا في الرياض، وأكيد أنها توفر هالسيارة أو لما توفر أول؟ لا متوفر موجود عندهم. وش يفرق عندكم اللي في المعرض أو اللي أنتوا توفرونه في المعرض عن الأشياء اللي توفرها الوكالة؟ ما قلت لك يعني أول أن السيارة اللي عندي أنا أسلمك تسليم فوري، يعني لو تدفع لي اليوم أسلمك إياها بكرة، يعني بكرة الصباح الساعة 10 تلقى السيارة جاهزة باسمك وكل شيء. طيب أبو ناصر أنا بصراحة لازم أعطي رأيي في هالسيارة إذا تسمح. عطني رأيي. يعني مظلة؟ مظلة عشان المطر؟ ليش؟ أمبريلا عشان المطر أكيد. طيب والكشف يعني يتغطى والشاشة ذي اللي تنقلب وتتغير، يعني ما شاء الله يعني ما هي بسيارة. ما شاء الله الزين غالي. ومعي على اقساط لسه؟ والله لا نفضل الكاش أحسن. يعطيك العافية أبو ناصر على هالمقابلة. يا هلا مرحبا، هذه الساعة المباركة وشرفونا روتانا خليجية. مشاهدينا تابعنا معكم معرض بلاتينيوم للسيارة في فقرتنا الرئيسية لهاليوم، وعرفنا الفرق بين المعارض وبين الصالات وبين الوكالات. كان معنا الأستاذ مشهور السبر اللي عرفنا أكثر عن المعرض ووران السيارات اللي بصراحة تركتني يعني ما أدري شلون بطلع من هالمعرض. عموما روتانا موتورز مشاهدينا أكيد لسه ما انتهى وراح يستمر معاكم بس بعد الفاصل.